من اهم مميزات كاب فيردي، وانا تابعت كاب فيردي في اكثر من مباراه، هما بيمتازوا دايما بالتسديد من خارج المنطقه، صحيح ومنتخب سريع جدا، عندهم سرعات رهيبه، وبيعملوا عمليه استخلاص الكره بشكل رائع في الحقيقه. ومن التصريحات اللي عجبتني من المدير الفني بتاعهم، قال لك احنا بلد صغيره ولكن منتخب كبير. وانا في الحقيقه بيعجبني دايما المدير الفني اللي بيعرف يتكلم، او اللي صحيح بيعرف يلعب نقدر نقول الحرب النفسيه المشروعه في كره القدم. صحيح فبتشوف ازاي نقدر ان احنا نحد من خطوره كاب فيردي فيما يخص التسديد ومساله الاستخلاص او الترانزيشن اللي بيعملوه بالكره. صح. يمكن قبل مباراة النهاردة كان في يعني أكثر من اتجاه فيما يخص تحليل كيف سيلعب منتخب الرأس الأخضر أمام المنتخب الوطني. البعض يرى أن المنتخب الرأس الأخضر هيلعب بالعناصر الأساسية دون تغييرات، وأن هو عايز يحقق العلامة الكاملة. يمكن زي ما قال مدربه برضو استكمالا من تصريحاته، أن هو عايز يحقق العلامة الكاملة. ليه لأ؟ لأن منتخبين فقط اللي وصلوا لست نقاط مع نهاية الجولة الثانية، منتخب الرأس الأخضر ومنتخب السنغال، وده يمكن إنجاز كبير جدا بالنسبة لمنتخب الرأس الأخضر في مجموعة كانت تضم مصر وغانا وموزمبيق. كان متوقع نظريا أن يتصدرها أحد المنتخبين الكبار، المنتخب المصري أو المنتخب الغاني، ولكن قدر يثبت نفسه منتخب الرأس الأخضر بشكل كبير. يمكن زي ما بتقول سلاح التسديدات مهم جدا بالنسبة لمنتخب الرأس الأخضر. اللاعب بيبي هو لاعب مولود في البرتغال بالمناسبة، ويلعب في هما بيتكلموا كمان برتغالي طبعا. يعني يمكن ده برضه المنتخب الوحيد اللي في افريقيا اعتقد بيتكلم برتغالي، اعتقد في هما وبلد غينيا، غينيا بيساو او غينيا الاستوائيه. غينيا بيساو، غينيا الاستوائيه غينيا، هما اسباني ثلاث غينيات. صحيح. فيمكن ده من ضمن المزايا اللي بتتيح لهم الاعتماد على لعيبه مولوده في البرتغال. يعني دي برضه بتديهم ادفانتج شويه، ان انت ممكن تعتمد على كله لعيبه بيطلع لاوروبا دلوقتي بالظبط. يعني في حته كتير من الافضليه العربيه او الافضليه لمنتخبات شمال افريقيا، الكلام اللي احنا كنا بنشوفه ما لا ما بقاش بقتش موجود موجوده دلوقتي. خالص. الفوارق النسخه دي بالذات بتاكد لنا كده. يعني لا والله من نسختين ثلاثه كمان فاتت يعني، صحيح. في شفنا في فوارق، السنغال والكاميرون صحيح وكوت ديفوار صحيح. ونيجيريا يعني يمكن حته التفوق الشمال الافريقي ما بقتش غانا بس موجوده. مجهده شويه اليومين يعني دول. يا غانا لسه مش في افضل حالاتها طبعا، لكن بالتاكيد منتخبات كتير بيبقى عندها طموح. النهارده منتخب غينيا الاستوائيه قادر ان هو يطيح بكوت ديفوار، البلد المضيف. النهارده 4 نقاط لغينيا الاستوائيه، 3 لكوت ديفوار. منتخب ناميبي يمكن حقق فوز مفاجئ على تونس، صحيح انه خسر بربعيه بعد كده من جنوب افريقيا، ولكن المفاجات موجوده في البطوله. منتخب بوركينا فاسو يمكن اللي معانا في تصفيات كاس العالم، منتخب قوي وشرس. منتخب الكونغو اقتنص نقطه من المغرب وكان قادر ان هو كمان يقتنص 3 نقاط. فبالتالي يعني ما بقاش في فوارق كبيره. الطموح والشغف بقى عالي عند كتير من المنتخبات الافريقيه، انها ليه لا ان انا ما احطش نفسي في قد على قدم المساواه مع منتخبات كبيره ولها باع في بطوله افريقيا. عشان كده بنقول دايما منتخبنا لازم يتعامل بحذر وبجديه كبيره مع كل معلش الاختبارات. يا استاذ امير، حضرتك بتقول منتخب مصر يتعامل بحذر، ازاي ممكن منتخب مصر يتعامل بحذر، او بتقصد ايه بكلمه ان منتخب مصر يتعامل بحذر؟ يعني ايه اللي المطلوب من فيتوريا تغييره بالظبط؟ الحذر ان احنا شفنا ازاي اهتزت شباك المنتخب المصري، هقول في الـ4 أهداف اللي فاتوا اللي دخلوا في شباك المنتخب. اقول لك على معلومه، النسخه اللي فاتت على مدار البطوله دخل فينا هدفين بس. يمكن كان الفلسفه الدفاعيه شويه لكارلوس كيروش كانت افضل شويه من روي احنا فيتوريا. منتخب مصر، منتخب مصر ده طبيعي. طب المفروض اسمك يعني يشفع لك ان انت تقدم اداء افضل من كده، لا سيما على المستوى الدفاعي. منتخب مصر لطالما انجب العديد من المدافعين يعني الاقوياء. فبالتالي لما تبقى منتخب مصر وان انت تستقبل 4 أهداف في اول مباراتين، اعتقد رقم مش كويس، مش افضل حاجه. ولكن احنا من اكثر الداعمين للمنتخب، ولكن طبعا احنا بنستعرض الارقام. اكيد اكيد هي الارقام ما بتكذبش. انت لما يعني بتستقبل 4 أهداف، ولما تستعرض كمان طريقه استقبال الاهداف، يعني هدفين موزمبيق كان من ممكن بمنتهى السهوله ان انت تتجنبهم، سواء في الهدف الاول كره عرضيه الراجل بيرفع براحته خالص، وضربه راس برضه براحته. فبالتالي يمكن ما كانش يعني في تركيز من لاعبي المنتخب المصري. الهدف الثاني راح انفراد عدى من الدفاع برضه بشكل غريب. منتخب غانا يمكن تسديده من محمد قدوس من بره المنطقه من مسافه، ما فيش الضغط الكافي عليه، رغم ان هو معروف بتسديداته القويه وقدامه مساحه ان هو يسدد فيها، ما كانش في تعامل معاه بشكل جيد. ايضا خطا دفاعي في الهدف الثاني وعدم تقدير للكره بالشكل الامثل، ويمكن كان في فتره حماسه شويه من لاعبي المنتخب المصري كانت على حساب التركيز. فعشان كده ده اللي بقصده بالحذر، ان انت لازم ما تسيبش هفوات تخلي المباراه تتصعب عليك. انت مش في حاجه ان انت تخش في سيناريو صعب، انت مطلوب منك ان انت تلعب على الفوز من بدايه اللقاء، وان شاء الله تقدر تحسم ده بدري، ما تخشش في حسابات معقده.
بتشوف ان منتخب كاب فيردي هو الحصان الاسود في البطوله، خصوصا ان انا دايما متابع جيد لكل اللقاءات والتصريحات فيما يخص اي منتخب موجود في امم افريقيا، خصوصا لما يكون هيلعب منتخبنا. فشفت زميلنا ايمن مصطفى سال واحد من لاعبي منتخب كاب فيردي، قال له هل انتم الحصان الاسود لهذه البطوله انتم؟ قال له انتم الصحفيين اللي من تحددون من هو الحصان الاسود. صحيح. فبصفتك الصحفيه بتشوف ان كاب فيردي هو الحصان الاسود في هذه البطوله؟ هو يمكن برضه هاخد من كلامك، انا بيعجبني تصريحاتهم بشكل عام، يعني هو يمكن تصريحات المدرب وتصريحات اللعيبه ويمكن النجم او القائد بتاعهم ثقه من غير غرور. دايما يقول لك في فاين لاين او في خط بسيط جدا ما بين صحيح. الثقه والغرور. بالظبط، لان هم شايفين الحاله اللي هم عاملينها في البطوله الافريقيه والكل بقى بيتابعهم وخطفوا الانذار بشكل كبير، فعشان كده ده بيديهم ثقه ان هم عايزين يحققوا اكتر من كده. البطوله اللي فاتت نسخه الكاميرون 2021 اتاهلوا لدور ال 16 ولكن ما حالفهمش الحظ ان هم يستمروا لاكتر من كده، لكن النسخه دي يبدو ان هم عندهم ما يقدموه او عندهم اكتر من كده. منتخب قوي، منتخب يمكن فيه النكهه اللاتينيه شويه في الاداء في اللعب، في هو ميكس ما بين الكرة الإفريقية والكرة اللاتينية. صحيح. اللي مدية شوية على طابع برتغالي يعني. بالظبط، عشان كده كنت بقول يعني ان هو ميكس حضارات اوروبي لاتيني افريقي. صحيح، يمكن ده اللي بيوفره منتخب الراس الاخضر دونا عن المنتخبات اللي هي ممكن تقول عليها الحصان الاسود. لا، ده تحديدا تنطبق عليه المواصفات ان هو ما كنتش تتوقع له قوي، ممكن كان ينافس على افضل توالت، لا النهارده هو بيتصدر مجموعه وضمن الصداره من الجوله الثانيه، فعشان كده ده بيخليه طموحاته تزيد في البطوله. عنده لعيبه مميزه، عنده كتير من العناصر اللي بتلعب يمكن في دوريات اوروبيه، صحيح ان اغلبهم في الدوري البرتغالي. مش شعر بيت، منتخب كاب فيردي بيستخلص الكره في قد ايه؟ اكيد له رقم كويس اكيد، يعني خد فرصتك يعني، انت راجل صحفي كبير. يعني يمكن احصائيه منتخب كاب فيردي اعتقد ان هم من حتى متابعتي منتخب موزمبيق، لا يعني رغم الفوارق طبعا بينهم وبين موزمبيق لصالح الراس الاخضر، لكن ما كانوا فاقدين سيطره كامله، معنى كده ان الكره ما بيفقدهاش كتير. استاذ امير، في الحقيقه انا دايما بستمتع بطريقه سردك للمواقف، فانا حابب ان انا يعني اديك بعض الارقام وانت تحللها لنا يعني فيما يخص استخلاص الكره. يعني منتخب كاب فيردي وكرة القدم الحديثة اللي بيقدمها بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي واللي كان بيقدمها مع برشلونة على فترات كتيرة جدا متباعدة، هو عمل طفرة في كرة القدم قايمة على حاجتين، على البيلد اب صح؟ استحواز. الاستحواذ، البيلد اب والاستحواذ، والاستخلاص السريع للكرة. صحيح. والاستخلاص السريع دي مهمة جدا. صحيح. اتفضل يا فندم. لا كنت اقول لك ايه، يعني فكرة الاستحواذ مش هتتحقق الا اذا كنت عندك قدرة صحيح. رهيبة على ان انت تستخلص الكرة تاني، لان انت لو ببساطة لو ما عندكش لعيبة تقدر تستخلص الكرة، او ان انت لعيب اللي هو ديستروير مثلا في خط الوسط اللي هو يقدر رقم 6 بالظبط اللي احنا محتاجينه بالظبط، هي دي المعضلة اللي بتواجهها. لو ما عندكش اللعيبة دي وان انت بتضغط من اول مهاجم في الفريق لغاية اخر مدافع، فانت مش هتقدر، خلاص مش هتقدر تحقق الاستحواذ بتاعك. الاستحواذ بيوفر لك ايه؟ ان انت تقدر تفرض سيطرتك على المباراه، تتحكم في ايقاع اللعب، تقدر تنفذ الجمل التكتيكيه ان انت كمدرب حاططها، مش هتتحقق غير الاستحواذ. يعني منتخب كاب فيردي عملوا زي احصائيه كده على بعض المواقع اللي انا كنت بتابع فيها الارقام فيما يخص كره القدم الافريقيه، بيقول لك ان معدل استخلاصه للكره بيكون 50 ثانيه. 50 ثانيه ما كملش دقيقه يعني. لا الحقيقه يعني ما تغلطش. بالظبط، دي حاجة مهمة جدا وتخلينا، ده اللي أنا بتكلم عليه الحذر، إن أنت ما بتواجهش منتخب سهل. منتخب صحيح إنه ضمن ما عندوش حسابات كبيرة في المباراة دي، خلاص حتى لو خسر برضه متصدر المجموعة، ولكن في النهاية منتخب بيقدم كرة حلوة، بيقدم كرة حديثة زي ما قلت، فده اللي يخلينا شوية إن إحنا نبقى أكثر تماسكا، ما يبقاش في مجال الأخطاء.